ونعطيكم في الجمع ثلاثة وصايا تتصل بخير البرايا وبهديه وبطمع أن نحشر في زمرته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الوصية الأولى قولية، وهي قوله حسبي الله ونعم الوكيل 7 مرات صباحا ومساء، وفيها لنا من كنوز الرحمن وعطاياه خبر حبيبه ومصطفى: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات في الصباح وفي المساء كفاه الله ما أهمه صادقا بها أو كاذبا. فحافظوا عليها وعلموها أهليكم وأصحابكم بتعليم النبي. الوصية الثانية عملية: حافظوا على الجماعة في الصلوات الخمس، ولا يصليها أحدكم إلا جماعة، فمن حافظ على الصلوات الخمس جماعة ففي الأثر فقد ملأ البر والبحر عبادة. واحد. الوصية الثالثة سلوكية تركية، وهي أن تستعدوا لرؤيا وجه نبيكم. بالمحافظة على عيونكم من مناظر يبثها أعداؤكم، وهي كثيرة عبر النت والجوالات وغيرها. بطلوا مكرهم، ومكر أولئك هو يبور، لا يفشو مكر أحدهم فيكم فيأخذ قلبه ويصرفه ويحرفه ويسوده ويظلمه. ردوا مكرهم وكيدهم في نحورهم، واحفظوا أنفسكم، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم. قال الله: من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه.